السلام عليكم، سنقوم الآن بشرح كيفية مشاركة اختبار مع معلمة ثانية. سنقوم بالضغط على كلمة share، ثم نتوجه إلى share as a template، ونتأكد أن الاختيار anyone with a link can duplicate. نأخذ نسخة من هذا الرابط ويمكن مشاركته مع معلمة ثانية. المعلمة ستقوم بوضع الرابط على متصفح. ثم تقوم بالضغط على Duplicated. بهذه الطريقة ستقوم المعلمة بأخذ نسخة من الواجب كامل، ويمكنها الآن إرساله لطلابها بشكل سريع.